تسجيل لحظاتنا ويومياتنا على الانستغرام والسناب شات صار جزء من نشاطنا اليومي. فنجان قهوة، غنية أو حتى طريقك للشغل. ومع التنافس القوي بين السناب شات والانستغرام لتسجيل هاللحظات صرنا نحتار، يا ترى بشرب قهوتي على الانستغرام أو على السناب؟ بسوشيال اليوم حنعملكم مقارنة صغيرة وسريعة بحكم التشابه الكبير بين التطبيقين، لنعطيكم نقاط القوة ونقاط الضعف لكل تطبيق، بالرغم أنه سناب شات يلي اخترعه طلاب جامعة من جامعة ستانفورد هو من أول من أطلق ميزة مشاركة الفيديوهات بدل الصور، إلا أنه إنستغرام يلي اشتراه الفيسبوك بأبريل 2012 نافس السناب بشكل كتير قوي لما قرر يضيف خاصية مقاطع الفيديو والبث المباشر للمستخدمين عام 2016. الشيء اللي هز عرش السناب شات وخفض من تفاعل المستخدمين بنسبة 40%، طبعاً النسبة كبيرة وشكلت كارثة عليه. ظهور نوافذ فيديوهات الأصدقاء برأس صفحة الإنستغرام بيجذب المستخدمين أول ما يفتحوا التطبيق، خاصة أنه بيظهر لك فيديوهات أصدقائك يلي بتتواصل معهم بشكل كتير كبير، يعني بيعرف أصدقائك المفضلين والزملاء والمعارف، بينما بالسناب شات بتظهر لك الفيديوز بحسب الترتيب الزمني لتسجيلها من قبل المستخدمين يلي عندك. ميزة تانية تفوق فيها الإنستغرام على السناب شات وهي القدرة على الضغط على الفيديو وعمل بوز أو حتى التأمل بصورة إذا عجبتك. لكن السناب شات أكثر حفاظاً على الخصوصية، ليش؟ لأن بينبهك في حال تم التقاط صورة للفيديو تبعك وبيعطيك إشارة إنه المستخدم الفلاني عمل سكرين شوت للفيديو أو الصورة تبعك، بينما على الإنستغرام تنسرق صورتك على الهسي. بالنسبة للفلاتر وعالم الفلاتر، فالسناب تفوق على الانستغرام بخاصية وضع فلتر خاص لكل منطقة أو مدينة أو بلد. طبعاً بالإضافة للفلاتر والأشكال الجديدة يلي بتنزل كل يوم، أضافت جو متعة وتسلية للمستخدمين. كتير عالم تقريباً نسينا وجوهها الحقيقية لكثرة استخدامه لفلاتر السناب والإنستغرام. صحيح التنافس قوي والميزات عم تتحسن وتزيد، بس الخصائص المهمة يلي بيشترك فيها الإنستغرام والسناب شات هي واحدة، وهي عرض الفيديو لمدة 24 ساعة وإظهار المستخدمين وأصدقائك يلي شافوه، بالإضافة للفلاتر المهضومة ويلي بتفيد المستخدمين إذا كانوا حابين يظهروا وشهم. بعد كل هالمعلومات، أنتوا شو بتفضلوا تستخدموا، إنستغرام أو سناب شات؟